65 جنيه جلد طبيعي، دي هتبقى برضو 65 جنيه حبايبي. 65 جنيه برضو، 65 جنيه برضو، برضو هتبقى ب 65 هي جلد طبيعي يبقى 65 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده في مكتب كله جلد طبيعي وبدا الاسعار معانا من 65 جنيه، معانا 65 و85، اسعار كتير. هنشوف كل حاجه في الفيديو بالاسعار والخامات والمقاسات. العنوان كمان متصور في اخر الفيديو، وسايبه لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا اضغطوا على لايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجوله على بركه الله. من 65 جنيه جلد طبيعي. حاجه زي ايه 65؟ عندك حاجه زي كده جزمه جلد طبيعي؟ بصوا حاجه زي كده هتبقى ب 65 جنيه جلد طبيعي. اه كلاسيك ب 65 جنيه، كلاسيك معاه فيرنيه كمان، دي هتبقى برضو 65 جنيه حبايبي. 65 جنيه، 65 جنيه برضو. حاجه زي كده حلو قوي. كل دي بتبقى بواقي تصفيات، كل دي تصفيات. اه بتبقى قطع دي، انما اللي جوه المحل موجود منها كميات. دي قطع اللي جوه المحل موجود منها كميات. تمام، 65 جنيه برضه. اه ان شاء الله حاجه زي كده برضه هتبقى ب 65. امر الله. كل دي بواقي مقاسات وموديلات، هتلاقوها بواقي. في الهاف برضه هو 65 جنيه. الهاف اللي زي كده ده جلد طبيعي. تمام، جلد طبيعي يبقى 65 جنيه. هندخل معاكم جوه برضه ونكمل بقيه العروض. في عندك حاجه زي كده بتعمل 110. حاجه زي كده عامله كام؟ 110. اي قطعه من دول؟ اي قطعه من دول. طب لنا كام قطعه نشوفها معانا؟ كل القطعه دي عامله 100. بصوا حاجه زي كده هتبقى عامله 110 بس. تمام، بصوا حاجه زي دي برده عامله 110. كل دي مقاساتها بقى موجوده كلها. موجوده كلها ان شاء الله. تمام، حاجه زي كده برده 110. كل ده جلد طبيعي. كل جلد طبيعي الحمد لله. حلوه قوي. زي كده وخفيفه. ده خفيفه قوي. دي برده 110. المكتب كله جلد طبيعي. وبدا الاسعار معانا من 65 جنيه. دي برده 110. تمام، وفي البنيات. كل 110. 110 برضه حلوه قوي. تمام، بالوانها خلي بالكم، يعني كل حاجه بالوانها. العرسان اه حاجات الكلاسيك بقى، الفيرنيه بتاعت العرسان بقى حلوه قوي. دي برضه 110. تمام، الموديلات هنا كتير قوي، والحاجات الشموال اللي زي كده برضه كل ده 110. في كلاسيك برضه حاجه زي كده، في الكلاسيك اللي زي كده بدل بقى وحلو قوي. دي برضه 110. 110 الاسود بتاعها، وادي الاسود بتاعها. كل ده 110 حبايبي. 110 موديلات كتير قوي. اتفضل. المقاسات متوفره كلها. كل دي في منها كميات ومقاسات. كميات موجوده ومقاسات. دي برده 110. كل ده 110. تمام، حاجه زي كده برده. بص حاجه زي كده برده هتبقى ب 110. دي تعتبر لونين في بعض. دي تمام. ودي جلد في شمواه برده. كل ده عرض ال 110. عرض ال 110 كتير. بص معانا حاجه زي كده برده. دي جلد برده فيرنيه. جلد طبيعي. تمام، 110 برضه. تمام، كل دي جلود طبيعيه. آه. عايز اقول لكم الشموا في منها موديلات كتير، اللي بيحب الشموا برضه 110. تمام، في ايه معانا تاني يا استاذ؟ برضه حاجه زي ده، ده برضه ب 110. اه كده. اه الهافات اللي زي كده برضه دي هتبقى برضه ب 110. اتفضل. دي 110. بص حاجه زي كده برضه هتبقى ب 110. في منها الوان حاجه زي كده اللي الكحلي ده. بص الكحلي ده برضه. ده شموا هيبقى برضه ب 110. حلو قوي. تمام، ده برده زي كده اه جلد طبيعي. ده برده هيبقى ب 110 حبايبي. كل ده جلد طبيعي. كل ده جلد طبيعي. تمام، 110. بصوا كده برده، ده برده هيبقى ب 110. حلو قوي. ده جلد والنعل بتاعه جلد. جلد والنعل بتاعه جلد. بص النعل بتاعه اه، دي حاجه جلد طبيعي يعني حاجه 110. تمام، برده ده 110. بصوا كل ده عرض ال 110، يعني حاجات كتير قوي، موديلات كتير كده 110. انا مش هقدر اجيب لكم كل الموديلات الموجوده، هتيجوا ان شاء الله تشوفوا حاجات اكتر من اللي انا بعرضها لكم. بصوا 110 حلو قوي قوي. حاجه زي هنا ده كده ب 85. ده كده حاجه زي 85 من اول اللون المستردد ولا من اول هنا؟ من اول هنا. من اول هنا ده كام؟ 85 جنيه. 85 جنيه حاجه زي كده. كل ده جلود طبيعيه، كله جلود طبيعي. 85. بصوا حاجه زي كده 85 برضه. 85 جنيه برضه. اه حلو قوي. كل ده 85. كل ده ب 85 جنيه. بصوا حاجه زي كده 85. بصوا 85. كل دي بواقي بقى ولا في منها كميات برضه؟ في مقاسات، في مقاسات موجوده منها، في مقاسات منها. بصوا في الوان، يعني بصوا الكحلي وادي البني. كل ده بصوا دي برضه هتبقى ب 85 جنيه جلد طبيعي. حلو قوي. تمام، ودي عامله زي الكوتشي شويه برضه. دي خفيفه دي. اه عامله زي، عامله زي الكوتشي برضه. 85 جنيه برضه. حلو قوي. تمام، بصوا عروض كتير جدا، يعني انا ما شاء الله اللهم بارك مش هقدر اجيب لكم بقيه العرض ده عشان وقت الفيديو. هندخل عرض جديد معانا. العرض ده عامل كام؟ ده ب 125. ده 125. هتجيب لنا قطع منه بقى نشوفها كده. لا اتفضلي شوفي. بصوا حلو قوي. ما شاء الله. دي هتبقى ب 125؟ 125. 125 ايه الشياكه دي؟ الوان بتاعتها كلها متوفره. دي عامله زي الشموع برضو حلو قوي. 125 جنيه. جميل طبيعي. جمال ده. كل ده 125. تمام. 125 جنيه. حلو قوي. بصوا دي برضو.
125 جنيه. 125 كل ده جلود طبيعيه بالوانها يعني، بص البني بتاعها كمان اهو 125 حاجه زي كده، حاجه زي كده برضو. ده برضو هيبقى ب 125 جنيه، شكلها تحفه حلو قوي. الشيك كل حاجه عاليه زي كده، ده برضو 125. كل دي جلود طبيعيه يا جماعه 125. تمام. في عندي برضو حاجه زي كده، بصوا حاجه زي كده، حاجه رايقه، كل ده شغل رايق. الجمال ده دي برضو 125 جنيه، حلو قوي. تمام. بص الشياكه دي، عايز اقول لكم اللونين دول مع بعض تحفه، 125 جنيه برضو. في منها نفس الموديل الثاني ده، اتفضل. دي في منها الموديل الثاني ده برضو 125. احنا لسه ده كله عرض ال 125، بدانا هنا من اول 65 جنيه في المكان. تمام. بصوا عايز اقول لكم عرض ال 125 كتير. بصوا دي 125، دي معانا برضو نفس العرض 125 جنيه. دي انتوا شفتوها على جلد، على شمواء، وشفناها لكم برضه على جلد، يعني دي ده نفس الموديل. تمام. ده جلد وده على شمواء، ده موجود وده موجود. ده شمواء وده جلد، يعني الاثنين موجودين، الموديلين اللي انتوا عايزينه. والالوان بتاعتهم موجوده. حلو قوي. كل دي برضه 125؟ كل ده 125. كل ده 125، ده جلد شمواء كده 125. حلو جدا دي. تمام. 125 جنيه حاجات زي كده. بص الشياكه دي برضه 125 جنيه. كل ده ماركات. 125. كل دي جلود طبيعيه يا حبايبي. 125 برضه، حلو قوي. تمام. الاسود بتاعها 125 برضه. تمام. حلو قوي. بص العرض الجديد هنا ده، في عرض تاني 175. ده 175 كده. شوف منه كام قطعه كده معانا. بصوا ده عرض ال 175، ده شموع حبايبي 175، والاسود بتاعها كمان ده 175. كل ده جلود طبيعيه، هنا المكتب كله جلد طبيعي. كله جلد طبيعي. بصوا برده 175، حلو قوي. تمام. في منها على جلد برده، في منها كده برده، ده 175 برده. كل موديل من ده موجود الوان يا استاذ، كل موديل من ده موجود الوان وموجود مقاسات. بصوا الاي دي برده جلد طبيعي ب 175. تمام. اللي هياخد جمله وكميات يبقى له اسعار ثانيه. الجمله لا، الكميات لها اسعار ثانيه ان شاء الله. يعني تمام، ده اسعار قطاعي، الجمله وكميات هيكون لها اسعار ثانيه. دي قلنا 175 برده. تمام. حاجه زي كده برده 175، حلو قوي. تمام. اتفضل يا استاذ. الهاف الاصلي، الهاف الاصلي عامل 175 جنيه، الجلد الطبيعي ب 175 جنيه. تمام. 175 حاجات كلها لبس برده، ده 175 كلها جلود طبيعيه. تمام. حاجة زي كده برضو 175 جنيه، حلو قوي. تمام. برضو في هاف برضو التاني ده، الهاف التاني ده برضو حاجة وده حاجة، ده غير ده عامل 175. ده شكل وده شكل تاني، ده شكل وده شكل، ده نعل مختلف عن النعل التاني، والنعل ده برضو مختلف عن التاني. 175. تمام. عروض كتير جدا يعني هنا. جزمة الشمواة دي برضو، بصي الشمواة دي برضو، دي برضو هتبقى ب 175 جنيه. 175 وحاجات نظيفة. بصي ده اللي هو النعل الرابر، النعل الرابر. تمام. حفظنا معاكم النعل وخامات الجلود، لازم تحفظوا كل حاجه، لازم حفظناها معاكم، تحفظي معانا كل حاجه من مكة. بصوا حلو قوي، حاجه زي كده برضه، دي 175 جنيه. 175 جنيه. حلو قوي قوي. تمام. في منها برضه زيها شموع، في شموع منها. تمام. دي برضه ب 175، كل دي جلود طبيعيه يا حبايبي، والمقاسات منها موجوده وكميات متوفره. المقاسات كلها موجوده. تمام. والكورنر ده عامل كام؟ برضه 175 بقى للشغل، برضه 175 برضه تمن عرض ال 175 جنيه. ده كل دي برضه، كل ده عرض ال 175. انا عايز اقول لكم كل شوز من الشكل الثاني خالص، ده حاجه 175 برضه، حلو قوي. تمام. بصوا النعل معانا، النعل الرابر. تمام. حاجات ما شاء الله. اتفضل كده. برضه ده 175 بس دي شموع، حلو قوي. الاي دي برضه. تمام. شموع برضه 175 جنيه، حلو قوي. تمام. كل ده شغل عالي ما شاء الله، كل ده شغل ما شاء الله، اللهم بارك. هنا ودي برضه 175. انا بوريكم موديلات، هتيجوا تلاقوا موديلات اكتر واكتر ان شاء الله. برضه دي 175 جنيه. الاسعار اللي بنقول عليها دي اسعار قطاعي، الجمله والكميات هيكون ليها اسعار ثانيه. والشحن هيبقى للكميات، صح؟ الشحن للكميات، الشحن للكميات 175 جنيه، شكلها تحفه. المقاسات لحد 45؟ من 41 ل 45. وفي حاجات 46 ولا مفيش؟ لا لا 46، لا 46، لا المقاسات لحد 45. 46 ده شموع، ده شموع ب 175، شكلها تحفه قوي. انا بديكوا بس نبذه عن الموجود، في موديلات كتير ما جبتهاش. بصوا دي عامله زي البنص شويه، 175 برده، حلو قوي. دي برده شموع 175. انا بديكوا فكره بسيطه بس على الحاجات الموجوده هنا. كل ده 175. بدأنا الأسعار معانا من أول 65 جنيه، مكتب كله جلود طبيعي، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور وهينزل لكم حالا، وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشة. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.
هنيجي بقى العنوان وازاي توصلوا بكل سهوله. احنا واقفين قدام سنترال العتبه، واللي عملت عليه زوم دلوقتي ده جراج العتبه. انتوا هتركبوا مترو من اي مكان وتنزلوا محطه مترو العتبه، وهتخرجوا من اي مكان من بين السنترال والجراج كده، في مكان برضو لمترو العتبه، وفي كمان الشارع اللي قدامنا ده شارع علي القصار، ممكن تخرجوا برضو من مترو العتبه اتجاه شارع علي القصار، اي اتجاه هيخرجكم قدام السنترال او الجراج. احنا هنيجي قدام السنترال وهندي ظهرنا على طول لسنترال العتبه، هنلاقي في وشنا على طول مول صدناوي، ولو سالتوا عليه من اول ما تخرجوا من محطه المترو معروف ومشهور جدا مول صدناوي في العتبه. هندخل من الشارع اللي جنبه ده اول الرويعي، عشان بس يبقى عارفين برضو الشارع ده اسمه شارع الرويعي. هندخل منه كمان عند الباب الخلفي المول صدناوي هيقابلنا، هنفضل ماشيين الشارع ده اصلا يعني كمان ساعه بعد التصوير كده ما تعرفوش تمشوا فيه اساسا. يعني انا نزلت بدري شويه عشان اعرف اصور لكم العنوان. هنعدي من على جنبنا كده كمان مول صدناوي الباب الخلفي على شمالنا، وهنعدي عند العربي للمعادن الحديثه زي ما انتم شايفين كده. احنا مشينا على طول ما حاولناش لا يمين ولا شمال، انا بديكم علامه بس كده، العربي للمعادن الحديثه ده مكمل معانا ما شاء الله لحد اخر الشارع المحلات بتاعته. هنفضل ماشيين كده لحد ما يقابلنا اول تقاطع، بصوا كده اخر العربي للمعادن الحديثه، التقاطع اللي يقابلنا ده يمين وشمال، احنا هنمشي شمال على طول، هنلاقي مول البربري في وشنا، بصوا كده ده مول البربري، عملنا منه جولات كتير جدا على فكره. هنطلع فوق للدور الثالث عند احذيه ابو احمد، زي ما انتم شايفين احنا عملنا منه جوله من التيسير وكمان بايرن ميونخ للشنط اللي حابب يعرف برضو. بص اول ما طلعنا الدور الثالث على طول هنلاقي التيسير ده، عملنا منه جوله حلوه جدا، اسعاره حلوه قوي وبيدي كمان قطاعي سعر الجمله. هنكمل مع بعض كده، وهنلاقي كمان هنا ده مكتب الاخلاص، عملنا منه برضو فيديو قبل كده، وكده خلاص المكتب اللي جنبه احذيه ابو احمد اللي عملنا فيه الجوله. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.